السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نشوف منتج من المنتجات اليابانية. الكاس اللي قدامنا دوت ناشونال باناسونيك، بنسميه M50، ناشونال باناسونيك M50. طبعا اللون ده أحمر، في منه أسود برضه. الكاس اللي قدامنا دوت سماعة واحدة، وده مفتاح الصوت والفوليوم والتون، وشريط كاسيت واحد بس، راديو اف ام واي ام واس دبليو مع الشريط. الموديل ده اسمه M50، من اكتر الاجهزه اللي مشهوره، اللي هي الجهاز بيتميز ان هو حجمه صغير جدا، والناس كلها بتطلبه على ان هو صغير وخفيف وما بياخدش مكان. راديو اف ام وام وشريط كاسيت. ده اللي قدامنا ده جهاز ياباني، ناشونال باناسونيك ام 50، ونسمعه مع بعض. This cassette is National Panasonic model M50, radio AM, FM and SW. Thank you. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله يعجب حضراتكم. الكاسيت ده ناشونال باناسونيك ياباني، موديل بتاعه M50، سماعة واحدة وشريط كاسيت. ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.